ازاي تحولت، وده سؤالنا الرئيسي، هذه المنصات من ان هي تبقى ان انا اعرف اخبارك، اخبار ولادك، اخبار العيله، اخبار اصدقاء الطفوله، المدرسه، الى خناقه يوميه، ترند يومي؟ ازاي الاقي منصه زي فيسبوك لو انت عملت بوست عن المثليه الجنسيه بتخلي الريتش بتاع بوستاتك عالي جدا وبتوصل لكل الـ مش هقول كل بس اغلب التايم لاين او اصدقائك اللي موجودين، ولو عملت بوست عن غزه وانت في العالم العربي ودي قضيه مهمه جدا بالنسبه للعرب بتقل بوستاتك وما بتظهرش خالص. صحيح، ده الخوارزميات دي يعني بما معنى اخر. ده خلينا نروح لان الخوارزميات دي اللي بيتحكم فيها او المسيطر عليها هو صاحب هذه المنصه او منشئ هذه المنصه. فالفكره مش فكره حريه التعبير زي ما بيقولوا ان انت تعبر عن رايك عن تلك المنصات، ولكن في متحكم او مسيطر في تلك البيانات يقدر يرفع اللي عايز يرفعه ويقدر يخفض من اللي عايز يخفضه ويقدر يخفي ويحجب اللي عايز يخفيه. ولكن ارجع واقول ان المشكله كلها في المستخدم. انت بتستخدم ازاي، انت بتقول ايه، انت بترفع ايه، البوستات اللي انت بتعملها، الشير اللي الناس بتعمله. واحنا عندنا في الشعب المصري ما اكثر من فكره الشير على اي خبر ممكن يكون موجود دون التاكد من صحه هذه الاخبار، مما يجعل فيما بعد بلبلة او مشكله او صراع ممكن يكون ما بين دول وبعضها بسبب بوستات موجوده على الفيسبوك والناس بتشير. يعني بيبقى في شكل نفسي بياخد بعد نفسي، يعني صحيح. فكره ان المتلقي او المشاهد تحول من انه المواطن العادي للمواطن الإعلامي أو المواطن صانع الخبر وتحول الجميع لصناع محتوى. الموضوع ما بقاش محتاج أي مجهود، فهما أهم حاجة عنده الشير وأهم حاجة عنده التواجد. دقة الخبر مش مهمة أبدا، المهم بالعكس، ده خير وبركة إن أنا أقول الخبر وأرجع عن فيه وأرجع أقول وأرجع عن فيه. ده معناه عدد أكبر من الشير وعدد أكبر من التعرض. السلوكيات دي هي اللي بتأثر على الناس وممكن تحولهم لسلوك مش هقول إجرامي يعني، ولكن يدخلوا بقى في قصص كبيرة وشديدة الصعوبة بس لمجرد حب اللايك وشير. لا، هو خلينا في الجانب النفسي اللي حضرتك اتكلمت فيه. معظم الناس المهمشة أو اللي حاسة نفسها مش واخدة حقها في الوسط، أيا كان بقى الوسط الإعلامي، الوسط الفني، الوسط الثقافي، أيا ما كان الوسط اللي هو حابب يكون فيه، فهو لقى أن المنصات دي هي بوابة ممكن تطلع الـ الطاقة اللي جواه المتنفس. بس بشكل غير أو ليست له أي أطر أو ضوابط قانونية ممكن تحكم. ولكن خلينا نقول إن على الصعيد برضو أو على النقيض الناحية التانية، إحنا عندنا قوانين، وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ممكن يكون السلوك ده يصل إلى سلوك إجرامي، فإحنا عندنا قوانين. القوانين دي بتحذر وبتحذر لبعض الامور اللي ممكن الناس تستخدمها على موقع التواصل الاجتماعي والناس تكون شايفه ان الامور دي عاديه جدا، ولكن هي في الاخر تؤدي الى عقوبه. هذه العقوبه مقرره في مواد داخل القانون، وتعد هذه الافعال من افعال الجرائم، زي نشر اخبار كاذبه ممكن تعمل ترويع لبعض المواطنين، زي العريس زي اللي مش عارف عمل ايه عشان يطلع ترند. صحيح، وهي فكره الترند او صانع المحتوى بتختلف من دوله لاخرى على حسب ثقافات متلقي هذه المنصات او هذه الاخبار، بحسب ان الناس شايفه ان معظم الحاجات التافهه او الغير هادفه اللي بتبقى ترند قوي موجوده دي بتشهره او بتكسبه فلوس او ممكن ايا مكان المكاسب اللي بتقعد عليها. كل ما تكون خارج عن المألوف او عن الاطار او عن التقاليد المجتمعيه يعني. دي حقيقه، والحقيقه ان في ناس كتير بتاخد قدوه للناس التافهه في ان هي بتكسب فلوس او ان هي بتشتهر او ان هي بتنتشر في وسط الناس بسرعه كبيره جدا من داخل هذه المنصات، نسبه طبعا لعدد المستخدمين الكبير اللي بيستخدموا هذه المنصات. ولكن زي ما حضرتك تفضلتي قلتي كده، فكره الاعتداء على الاخلاقيات المتبعه في المجتمع المصري، فاحنا عندنا ماده برضو في القانون، الماده 25 من قانون 175 لسنة 2018 تحدثت عن الاعتداء على القيم الأخلاقية في المجتمع المصري. فأي حد هيعتدي على القيم الأخلاقية دي أو أي حاجة تخالف العادات والتقاليد اللي احنا متعودين عليها ومتربيين عليها، فدي تعد جريمة ولها عقوبة مقررة في القانون.